أخذ رجل غني ابنه الصغير في زيارة لقرية فقيرة. كان الأب يريد أن يري طفله كيف يعيش الفقراء ليدرك حجم الثروة التي بناها له والده. انتهت الزيارة وسأل الأب طفله: كيف كانت الرحلة وكيف رأيت حياة الفقراء؟ فرد الابن: رأيتهم يلعبون مع كلاب كثيرة في الشارع، ونحن لدينا كلبا واحدا، ويتسامرون جالسين على بحيرة مياه كبيرة، ونحن لا نملك سوى مسبح صغير. يتناولون غذاءهم في المزرعة الكبيرة التي يعملون بها، وحديقتنا أمطار في أمطار وتحيطها أسوار صماء. يستظلون بمئات الشجر في النهار، وأشجارنا أربعة فقط. يستضيئون ليلهم وبيوتهم معرات السقف بالقمر والنجوم، وسقف بيتنا يحرمنا النظر إلى السماء. صمت الابن ونظر إليه والده بابتسامة، ورد الأب: شكرا يا بني، لأنك أريتني كم نحن فقراء.